أكد وزير الصحة السوداني أكرم مالتوم وجود حالة واحدة فقط مصابة بفيروس كورونا في السودان تم إجراء الكشف عليها بعد وفاتها. وردا عن سؤال متعلق بأجهزة الفحص والتشخيص وتوفر الكارات في السودان، قال مالتوم إن السودان يواجه نقصا شديدا في هذه المواد، لكن الحكومة تعمل على توفيرها في أقرب وقت ممكن لمواجهة فيروس كورونا. نتابع ونلتقي غدا في مساء جديد، فمان الله. مشاهدين الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه المقابلة مع وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم علي التوم. أهلا بك معالي الوزير. السودان أعلن اليوم عن حالة طوارئ في جميع أنحاء البلاد، ما الداعي لإعلان هذه الحالة؟ شكرا جزيلا أولا على الاستضافة على سكاي نيوز عربية، ونتمنى أن نستطيع أن نتجاوز هذه المحن من الأوبئة. الداعي كان اليوم هو تعزيز، المزيد من التعزيز لمقدرات الدولة السودانية في التحكم في دخول أو التحكم في أو منع دخول المزيد من الحالات من خارج السودان من وباء الكورونا المستجد كوفيد-19، وأيضا محاولة التحكم في عدم انتشاره بعد أن ظهرت حالة واحدة يوم الخميس 12. إذن لا حالات جديدة بالإصابة ولا حالات اشتباه حتى الآن؟ حتى الآن، حتى هذه اللحظة، ليس لي علم بأي حالات إصابة جديدة، وهنالك طبعا حالات اشتباه تستمر وترد من المطارات ومن المعابر في كل لحظة. حالات الاشتباه عادة تحصى في نهاية اليوم وتقدم في 8 صباحا كل يوم بالنسبة لذلك اليوم. حتى الآن هنالك بعض الحالات الاشتباه يتم عزلها ودعمها وفحصها. كم عدد الذين تم وضعهم في حجر صحي حتى الآن في السودان؟ هم العدد أقل من 20 وأقل من 15 حتى الآن، ولكن كما ذكرت لأن هنالك معابر ما زالت ترد عبرها بعض وسائل النقل، سواء كانت طائرات أو سفن أو وسائل نقل بري. طيب في ظل هذه الأوضاع، ماذا تعني إعلان حالة الطوارئ؟ ما هي الإجراءات التي ستتبعها السلطات السودانية في ظل هذه الحالة وخاصة السلطات الصحية؟ نعم، بالنسبة لنا إن إعلان حالات الطوارئ بموجب اللوائح الموجودة في السودان ومنذ زمن تسمح بأن لطارئ صحي تستطيع الدولة استنفار أسرع وعدد أوسع من إمكانياتها اللوجستية، إمكانياتها للإيواء، إمكانياتها لكل الأشياء، وتستطيع أيضا أن تتحكم في أشياء مثل أسعار السلع، مثل الكمامات مثلا التي ارتفع سعرها بشكل جنوني، تستطيع أن تتحكم في الأسواق، تتحكم في الصادر وفي الوارد وفي كل هذه الأشياء. تعطي هذه الصلاحيات بإعلان حالة الطوارئ الصحية صلاحيات أعلى للدولة لكي تتحكم كرد فعل وللتصدي لطارئ صحي. بالنسبة لأجهزة الفحص والتشخيص، هل تغطي جميع أنحاء البلاد حاليا أم أن هناك نوع من النقص؟ هناك نقص شديد جدا في السودان بالنسبة لأجهزة الفحص نفسها. أجهزة الفحص المعملي ليست موجودة سوى داخل الخرطوم، فلذلك لمتطلبات فحص المواطنين في المعابر حيث يتم بموجب هذه الخطة أيضا محاولات إيوائهم في عنابر للحجر، من المهم جدا أن يكون لدينا مقدرة وهي من شقين، كوادر وأيضا آليات وأجهزة للفحص، وهذه قليلة جدا. طلبنا عدد منها وجاءنا من منظمة الصحة العالمية، طلبنا أعداد إضافية، ولكن أيضا تنقصنا آليات الفحص المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية. معالي الوزير، ماذا عن مراكز الإيواء والحجر الصحي كذلك في جميع أنحاء البلاد، لا نتحدث عن الخرطوم فقط؟ في تقسيم الأدوار في الخطة القومية لدرء وباء الكورونا تم تحديد هذه المسؤولية على أن تتم بالمشاركة ما بين السادة الولاة، ولاة الولايات، وأيضا وزارات الدفاع والقوات المسلحة السودانية ووزارات أخرى تقوم بتحديد هذه المواقع وتحددها وتهيئها وتمونها أيضا بالطعام وبالمفارش وبالأسرة
وهكذا. دور وزارة الصحة يختصر على معرفة موقعها وهي يتم تحديدها الآن، وأيضا دعم هذه المواقع بالكادر الصحي اللازم لإجراء الفحص لطمأنة وتوعية الموجودين فيهم، لأنهم سيكونون هنالك لفترة طويلة تقارب الشهر تقريبا. نتحدث أيضا معالي الوزير عن معدات الوقاية والتعقيم، هل تتوفر بشكل كاف حاليا في الخرطوم وغيرها من مدن وقرى السودان، وهل هي في متناول الجميع من ناحية أسعار؟ لا يعني بالتأكيد لا، يعني حتى بالنسبة لمحاليل النظافة العادية بالنسبة لكثير من المرافق الصحية السودانية في الوضع الصحي المنهار الذي ورثناه لا توجد هذه الأشياء. والشيء الهام أن بالنسبة للمواطن نفسه لكي يعقم يده مثلا بهذه السوائل التعقيم لا توجد هذه المعقمات بالكميات الكافية في الصيدليات، والموجود منها ارتفعت أسعاره بشدة، وبالتالي أصدرت توجيها إلى الجهات المختصة بأن تراقب الأسعار وأن تتحكم فيها بحيث أن تكون هذه المواد والكمامات الواقية في متناول يد المواطن، وأن لا يتم هنالك مضاربة في هذه الأسعار بسبب الندرة. نعم معالي الوزير، السلطات السودانية وجهت بالإقلال من التجمعات، كيف تسري مثل هذه التوجيهات في مجتمع كالمجتمع السوداني معروف باجتماعياته البالغة؟ كيف تقيمون هذا الأمر؟ كيف تحلون هذه المعضلة؟ هذا سؤال جيد، وطبعا لا تستطيع أن تتحكم 100%، ولكن في عهد ديمقراطي تستطيع أن تتحكم في بعض الأشياء التي تستطيع أن تؤجلها أو تلغيها. مثال لذلك هي المهرجانات، مثال لذلك أيضا هي المدارس والداخليات السكن والمعسكرات، مثال لذلك المخالطة حتى في أحواض السباحة أو حمامات السباحة وفي التجمعات الكبرى للشباب، مثلا معسكرات الدراسة وفصول التقوية. تستطيع أيضا أن تقلل من الأنشطة بتقليل الازدحام عبر تقليل المؤتمرات الموجودة. طبعا هنالك دول كثيرة، ونتمنى أن لا نضطر أن نصل إلى مستواها، إلى مستوى هذه الشدة، تقيم حجرا على مناطق كاملة، أحياء أو أجزاء من المدن تكون مقفولة ولا يسمح للمواطنين فيها تقريبا حظر تجول يعني، وذلك للتحكم في الوباء. من المهم جدا جدا منع التجمعات الكبرى، لأنه لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك الأسباب الرسمية أو الأسباب المعيشية مثل الاقتصاد والسوق، وأيضا الأسباب الاجتماعية. عادة تستطيع الدولة أن تتحكم أكثر في السوق وفي العمل العام وفي القطاع العام، ولكن بالنسبة للأشياء الاجتماعية تم طبعا منع حفلات الزواج، وتم أيضا التوجيه والمناشدة للمواطنين بأن يكتفوا بالعزاء في المقابر، ولكن أيضا هنالك أهمية قصوى بأن نستمر في التشدد وأن يتم التعاون من قبل المواطنين، لأن هذا هو فيه مصلحة للوطن، مصلحة الوطن في أن أهم من أكثر الوسائل فعالية هي تقليل التجمعات. بالنسبة للحالة التي تم تشخيصها إيجابا بالإصابة بفيروس كورونا، هناك معالي الوزير لغط كثير في الصحافة السودانية وكذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك تشكيك في تقاريركم الرسمية بخصوص هذه الحالة، كيف تردون؟ نرد بأننا متأكدون تماما من هذا الفحص، لأنه يتم وفق معايير قياسية بواسطة خبراء موجودون في المعمل المركزي. كما ذكرت في السابق، فإن هذه الفحوصات تحديدا ركزناها لكي نتأكد من ضمان جودة الفحوصات. يتم في أوقات كثيرة في أمراض أخرى ليس فقط في هذا المرض أن يحدث أن تكون هنالك نتيجة سالبة أولا لنفس المريض، ولكن سرعان ما تتحول إلى موجبة، وهنالك أسباب كثيرة لهذا التحول الذي يحدث في نفس الحالة، حتى بعض إصابتها أن تكون سالبة في الأول وبعضها أن تكون موجبة، تتعلق بالشخص نفسه، الجرثومة نفسها، أو بالنوع، نوع الفحص المعملي المعين. بالنسبة لفيروس الكوفيد 19 في هذا المرحوم المتوفي رحمة الله عليه، أخذنا العينة بعد الاستشهاد، بعد أن توفي، وأخذناها من الجثمان ثم فحصناها وحللناها وكررناها أكثر من مرتين لكي نتأكد من أن النتيجة فعلا موجبة، وهذا هو مقدار تأكدنا.
نعلم ايضا من 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 هنالك يعني اشكال الاشتباه هي الحضور من دولة بها وباء وقد كان المرحوم في احدى هذه الدول. ثانيا الاعراض المرضية نفسها التي كان يعاني منها كانت هي اعراض مشابهة للتعريف العلمي الموجود. ثم ان هذه الاسره يعني كثر خيرها تقدمت نفسها وبلغت يعني لم يتم ملاحظته من قبل شخص اخر لكنها اسره واعيه ومسؤوله وبلغت. فهذا كان من اهم الاشياء التي جعلتنا نشعر باننا يعني باننا حاله اشتباه قوي. ثم عندما جرينا الفحص على الجثمان بعد ان توفي رحمه الله عليه تاكدنا تماما بان سبب الوفاه هو فيروس كوفيد 19 مهما يقال يعني في الاسافير. ويعني نحب أن نطمئن المواطن السوداني بأن هناك فعلا قلة أو ضيق وشح في المواعين والموارد نفسها من ناحية عدد الفحوصات وغيره، ولكن بالنسبة لحالة واحدة نحن متأكدين منها تماما. شكرا لك سيد الوزير. كنا معكم في مقابلة خاصة مع وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم علي التوم. شكرا لكم مشاهدينا.